أما عن حالة الطقس فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.